حمد المحمود ينضم إلينا من الرياض ليحدثنا طبعا عن تفاصيل هذا الموضوع. تفضل حمد. نعم فضيلة، ربما الميليشيات الحوثية يعني استمرت في عدائها للأعيان المدنية وللمناطق الحيوية التجارية في المملكة العربية السعودية للاستهداف الذي خص أحد براميل توزيع تحديدا خام الديزل في مدينة جدة. كان هناك اعتداء واضح من قبل هذه الميليشيا، الاعتداء خلف بعض الآثار وتم إطفاء الحريق الذي تسبب بهذا الاعتداء بعد حوالي 40 دقيقة من نشوب الحريق. هذا الخزان يمثل تقريبا 10% من إمداد الطاقة الخاص بمحطة توزيع تلك في جدة. التحالف أوضح أن ميليشيات الحوثية هي من تتورط بهذا العمل العدائي تجاه الأعيان الحيوية في المملكة العربية السعودية، وبأن هذا الهجوم كان بدعم كامل من قبل النظام الإيراني. في الجانب الآخر، التحالف أيضا يعمل على إزالة هذه الألغام التي يعمل أو تعمل ميليشيات الحوثية على زرعها في الممرات المائية التجارية، ليس فقط بغية استهداف المملكة العربية السعودية ولكن أيضا الممرات التجارية العالمية وبغية تعطيل خط التجارة العالمية. التحالف أوضح بأن هذه الميليشيا تتحمل بالدرجة الأولى، هي ومن يقوم على دعم النظام الإيراني بكافة التبعات الخاصة بذلك، خصوصا بأنه تجاوز عدد الألغام 160 لغم قام بإحباطها وبإفشالها التحالف العربي. أيضا التحالف يوم أمس بعد أن تم هذا الهجوم على محطة أرامكو، وهو بالمناسبة ثالث هجوم على محطات نفط داخل المملكة العربية السعودية، الأول كان في منطقة خريص ثم بقيق ويوم أمس في مدينة جدة. بالتالي التحالف مساء البارحة قام بتنفيذ عمليات نوعية دقيقة في الداخل أو في العمق الحوثي. نعم فضيلة، شكرا لك حمد المحمود من الرياض.